لك ماما، سمعتي على هالخبرية؟ اليوم الأنسة خبرتنا إنه بكرة نجي وكأنه عمرنا 100 سنة. تخيلي ماما، 100 سنة؟ معقول خلودة؟ تعال على السيارة فهمني السيرة. ماما، كل القصة وما فيها إنه بكرة بدنا نكون عمرنا 100 سنة ماما. والأنسة قالت لنا إنه لازم يكون شعركم أبيض وشواربكم بيض ومعكم عكازة وتلبسوا كأنه عمركم 100 سنة. تخيلي ماما. والله يا خلودة الفكرة كتير حلوة، بس انت متأكد انه بكرة بدك تروح ختيار على المدرسة؟ لك ايه ماما، بكرة ما عنا وقت بسرعة. طيب معناها خلودة يلا نروح على السوق قبل ما يسكروا نشتري غراض ونحولك لختيار عمره 100 سنة. مرحبا واهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد. عائلتنا عائلة رانو هوم. بفيديو اليوم خالد بده يكون عمره 100 سنة، وهذا الفيديو صراحة مالي مخطط له، بس مدرسة خالد بعتت رسالة للأهالي إنه نحنا نلبسهم وهيك ونعمل لهم يعني مثل كاستيوم إنه هنن عمرهم 100 سنة، فحبيت شارككم هاي اللحظة وأعمل فيديو بطريقي وإن شاء الله يعجبكم وتنبسطوا معنا. ويلا نبلش الفيديو. ان شاء الله جايز نلاقي بهذا المحل الغراض اللي بدنا اياها. يلا ماما وراي. اول شيء جايز رح اشتري هذا القلم لحتى ارسم شوارب. ماما هذا لونه رمادي منيح. وماما حزري شو شوفي الختايره بيلبسوا كثير قمصان. رح باخذ هذا القميص الابيض ماما. ماما وهي الجرافيك كمان. هات لشوف فرجيني هالجرافيك، كانها كبيره عليك خلوده، بس يلا بيمشي حالها خلينا نشتريها. واهم شيء ماما النظارات. ما تبلى خلوده، بس نحن بدنا نظارات طبيه مو نظارات شمسيه. الله ايه والله صحيح، بس ماما نحن فينا نقيم هدول السود من قلبه. فكره حلوه خلوده، اتفقنا. يلا نروح على البيت معناها. وهون تاني يوم الصبح الساعة 7 قررت فيق بكير قبل بنص ساعة مشان لبس خلودة وجهزه انه يصير ختيار وبعدين ابعته على المدرسة. واكيد اول شي بلشت فيه انه هو فيقه من النوم، فرشيله اسنانه وغسله وشه مشان يصحصح معي، وبعدين نبلش نلبس التياب. جايز اول شي رح البسه هو بنطلون الجينز اللي ماما حطت لي له شواطات. حدا يكتب لنا لجوا الشواطات؟ والله ما بعرف. وما رح ننسى كمان نلبس القميص خلوده. ايه ماما بعرف. عصب خلوده يلا، 1 2 3. وهي خلوده لبس التياب والقميص. الصراحه انا كنت مفكرته كمام طويله، قام للاسف طلع نص كم، فاضطريت لبسه تحته كان زرمادي. ماما حاسس حالي كثير مبهدل. لك لا خلوده بالعكس رح تطلع كثير حلو. استنى هلا تلبس الجرافي ونبخ شعراتك باللون الرمادي وهلا بتشوف. يعني قلتك ماما رح يطلع حلو. ايه خلوده رح يطلع حلو وكثير كمان. طيب ماما لنشوف. ماما مالي مبسوط، ما بدي يكون ختيار. ليش يا عمري خلودة مالك مبسوط؟ امبارح كان طاير عقلك ورحنا اشترينا اغراض، هلا شوف بس حط لك الشوارب والحواجب، شوف ما احلاك رح تطلع. انا ما حد الان يا جماعه مالي فهماني ليش خلودة ماله مبسوط انه عم يصير ختيار. امبارح كان كثير مبسوط ومتحمس، اليوم فايق ما بده. يا عيني شو هاد خالد، مبين عمرك 100 سنة. ماما انا كثير خايف الاولاد تضحك علي بهذا المنظر. لك لا خلودة شو يضحكوا عليك، بالعكس رح يحبوا لبسك كثير، واصلا كل طلاب صفك رح يكونوا لابسين مثلك خلودة، كلكم رح تكونوا ختايرة اليوم. خالد شو جاهز؟ جاهز تروح على المدرسة؟ وشوف رفيقك ميشكا؟ هي رفيقه ميشكا جاية، وخالد ما بده يورجي حاله ليش ما بعرف، لك وشو متخبي. أنا فكرت مشكة كمان لازم يزبط حاله، بس طلع لا بس خلودة. وهي خلودة وصل على صفه، وأنا متأكدة بس يفوت على الصف ويشوف كل رفقاته لابسين مثله لح ينبسط كتير. ماما حاسس حالي خجلان كتير يا ربي. وهلأ أنا رايحة أجيب أبو الخل من المدرسة لنشوف إذا لساته شعره فضي ولا لا. يلا تعالوا. شو خلودة؟ يوكي؟ شو هاد الايدك؟ ماما هي لونتها بالمدرسة أنا ورفقاتي. لك وين السيلفر وين راح؟ والله يا ماما هذا بيطير يلي جابتي لي اياه البخاخ، اللون بيروح وبتعرفي الشوارب وحواجبي هروا. ماما ماما شو رأيك نرجع على البيت ونعيد التجربة وهيك عيش شعور إنه أنا عمري 100 سنة؟ بليز ماما. بس خلودة اللون هي
السيلفر اللون الفضي راح من على شعرك، بدنا نشتري واحد جديد معناها. ايه مو مشكلة ماما، نشتري واحد جديد شو عليه؟ وهي ماما علبتين بدل العلبة عشان يطلع شعر كتير أبيض كتير. قلت له شو؟ ما لقينا سيلفر، لقينا وايت، فتعال نشوفه. ماما شو رأيك تبخيلي شعراتي بجنينة؟ يلا هلا هون رح نبخ شعراته لخلوده بالهواء الطلق، لأنه بالبيت اخترقنا. جاهز؟ لا. ريدي؟ لا. تعالت صار شعرك أبيض، صرت جده مرة تانية. جده؟ نو جده بلا جده. تعال ياي. اخ منك يا جده. كيفك جده؟ يلا ما بدنا نعمل عصاية. يا عيني على الشعرات البيض، لسه في عندي قنينة بسوي لها بالبيت. انا حاليا عم دور على عصاية عشان اعمل له عكازة لخلودة. شوفوا شو لقيت. شوفوا العصاية الظريفة ما احلاها. شوفوا هلا شو بدنا نعمل. هلا بدي ارجع على البيت بس قص لها اياها من هون. ليكوا على المنظر القصه. وين خالد؟ ليكوا شلون عم يلعب. لا قال ولد يلعب معه. يا عيني يا ماما العصايه طالعه كثير ظابطه معي. جرب خالد امشي لقلك. الله يرضى عليك يا بنتي، اعطيني ثياب دافيه بليز. لك ايه تكرم عيونك جدو، هلا رح طلع لك احلى ثياب هيك حلوين ومريحين. خطية هالجدو، الله هيك يحسن كبرتنا يا رب. هاتوا لنشوف شو بدنا نطلع له ثياب لجدو. هي الكنزة جدو كتير بحبها وبتدفيه ومريحة، وهذا البنطلون كمان كتير مريح. هلا بدعيلي عليه. منيحة هاي؟ ايه كتير منيحة، الله يرضى عليك يا بنتي. هدول دافيين وبيدفوا لي عظامي، الله يرضى عليك يا رب. يلا قوم بدك ساعدك جدو. هات ايدك، هات ايدك، هات ايدك. عمهلك عمهلك جدو، عمهلك عمهلك جدو. انا جوعان يا بنتي، عملي لي لقمة اكلها. تكرم عيونك جدو، بس خبرني شو حط لك، شو جاي عبالك تاكل؟ لك هاد سؤال بينسأل بعد هالعمر؟ مالك شايفة ما عندي سنان اكل فيها؟ عملي لي شوربة. ها بدك قتلي؟ لا قولي كله الا تعصب يا جدو. هلا رح اعمل لك اطيب شوربه. شو الشوربه اللي بدي اعمل له اياها لجدو؟ شو الشوربه اللي بدي اعمل له اياها؟ مالي غير اعمل له شوربه المعكرونه. تعال ورجيكم كيف بعملها. شوفوا لي هالشوربه يا جايز، اكيد بتكون كتير ظريفه لانه جدو خلوده ما عنده سنان، فبده هيك شوربه يعني. اكيد رح تكون طيبه وتعجبه. هلا بدنا نحط لها مي سخنة. وهي اطيب شوربة لجدو صارت جاهزة. يلا نعطي اياها. يا جدو شوف شو جبت لك. الله يرضى عليك يا بنتي، هاتي لندوقة. ان شاء الله يا رب تعجبك يا جدو. لك شو هاد؟ ليش هيك مالحة؟ عن جد جدو مالحة؟ بدك قتلي؟ لا بقى تملحيها تاني مرة. ها جدو لا تعصب بليز، لا تعصب علي، الله يوفقك. لا جدو لا لا تضربني جدو، جدو لا تضربني بليز جدو، جدو بليز لا تضربني. اي لك هلا كنت ما عم تقدر تمشي. لا بقى تعيديها مرة تانية وإلا بكسر العصاية على جنابك. أنا آسفة جدو، أنا آسفة، ما بقى عيدها. روح. لا عما شو هالأصوات المزعجة هي؟ يا الله هالمسلسل شو بيضحك؟ لا لك لا لك شلون وقع يا على قطاطو. إن شاء الله ضحكت عن زفر. يأتيني من أربعتي أنا أفرجيكي. وين عصايتي؟ وين عصايتي؟ والله لك أسرع جنابك أنا أفرجيكي. لك شو هالأصوات هي؟ بسم الله جدو شبك؟ ليش معصب؟ معصب من هاي الأصوات يلي عم بسمعها، ما خليتيني أعرف نام. بدك أكل. لا جدو لا لا تضربني. لك يا الله عطوب تضربني يا جدو. لا أماني جدو تركني بحالي أماني خلاص. بنتي رانا وينك؟ جدو
جدو شوفي ليش عم تنادي؟ ليش مالك طافية القضوية؟ ايه طيب بدنا نشوف جدو الدنيا بالليل يعني. بس هذا طفي بليز لا تطفي غيره. نو جدو الله يوفقك لا تطفي القضوية بدنا نشوف. جدو يا جدو حاشط في القضوية بدي اطفيها كلها شو هالمسخرة. بدنا نشوف قدامنا يا جدو. لا طيب خلي بس هذا الضو تركه لهذا الضو. وهذا الضو ليشو؟ يك يا جدو ما بدنا ننام بس ننام نطفيها الله يوفقك. هذا الضو يلي خليت لك يا بكفي شو هالمسخرة حرام كل القضوية شغالة بالليل. لك يا جدو تركنا ضو الله يوفقك يا الله. وهي الشجرة ليش شاعل ضوة كمان بلا طعمة وهذا الضو مشان شو الدنيا ليل مو ضروري كل القضية تكون شغالة. ايوه يا جدو يا الله يلا حاجة عنهم خلص الفيديو. ايوه وهيك يا حلوين منكون وصلنا ليش خلودة نهاية الفيديو. ان شاء الله تكونوا هيك غيرتوا جو شوي معنا وحاولت قد ما فيي اني يعني خلي الفيديو يطلع ظريف. ان شاء الله يكون عجبكم. هلا بدنا نقلكم باي 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 باي.